استعمدت إسرائيل حرمان أهالي قطاع غزة من الماء النظيف واستخدمته سلاحا ضد القطاع منذ بدء الحرب، فقطعت إمدادات المياه ودمرت ما لا يقل عن 65% من أبار المياه في مدينة غزة وشمال القطاع بحسب ما أكده المرصد الأورومتوسطي. رغم أن غزة كانت قبل الحرب تشتري نحو 30% من المياه من الاحتلال وتؤمن الباقية من خلال عمليات التنقية التي تحتاج إلى كهرباء ووقود. ولتطبيق إسرائيل خططها في جعل غزة مكانا يصعب العيش فيه، يرفض الاحتلال حتى إعداد هذا التقرير أن تشمل المساعدات الداخلة إلى غزة معدات لتنقية المياه أو مولدات للكهرباء بحسب ما أكده عاملون في مجال الإغاثة. حرمان غزة من المياه النظيفة دفع المقررة الخاصة للأمم المتحدة إلى التحذير من أن حصيلة القتلى الناجمة عن نقص المياه يمكن أن تتجاوز حصيلة القصف الإسرائيلي نفسه. نتيجة لهذا الوضع لجأ سكان غزة إلى استخدام المياه المستخرجة من الآبار الزراعية والمياه الملوثة، لكن ذلك فتح بابا أمام تعرضهم للمبيدات والمواد الكيميائية الخطرة، وأصبح الجزء الأكبر من الأمراض بالقطاع مرتبطا بالمياه التي يستهلكها السكان. والمية مش متوفرة، وإذا توفرت بنشربها مالحة، مية كمان مش نظيفة، وحتى يعني بسبب الإشي هذا بنتي صار معاها كبد وبائي. كانت اليونيسف أصدرت بيانا أشارت فيه إلى ارتفاع عدد الإصابات بالإسهال بنسبة تتجاوز 40%، وسجلت أكثر من 70,000 إصابة بين الأطفال، وستزداد فرصة الإصابة بهذه الأمراض لأن 96% من إمدادات المياه بغزة غير صالحة للاستهلاك البشري وفقا للأمم المتحدة. أما المؤشر الأخطر الذي لفتت إليه الأمم المتحدة فهو وجود أكثر من 400,000 إصابة بالأمراض المعدية بسبب استخدام الناس للمياه غير الصالحة للشرب، كما توقعت دراسة أجرتها جامعة لندن البريطانية والمركز الصحي الإنساني بجامعة جونز هوبكنز الأمريكية أنه حتى إن تم إعلان وقف إطلاق النار في القطاع فإن أكثر من 11,500 شخص سيموتون هناك حتى أغسطس آب المقبل جراء الأوبئة والأمراض والإصابات.